موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يسمح بإطالة الأزمة في سوريا 10 سنوات أخرى، مشددا على ضرورة إظهار إرادة أقوى لإيجاد حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري. اجتماع بين وجهاء من محافظة درعا وضباط من اللجنة الأمنية التابعة للنظام الأسد يفضي إلى تراجع ضباط النظام عن مطالبهم بتسليم 250 قطعة سلاح من قبل عشائر مدينة جاسم وتخفيض العدد إلى عشرات القطع الفردية. موقع شركة تانكر تراكرز لتتبع شحنات النفط عالميا يكشف أن ناقلة ثالثة تحمل وقودا إيرانيا مخصصا للبنان وصلت إلى مدينة بنياس الساحلية السورية. الأمم المتحدة تقدر أعداد المتضررين من مشكلة نقص المياه شمال وشمال شرق سوريا بحوالي 5 ملايين شخص. فعاليات مدينة الباب تطالب الجيش الوطني بالتدخل الفوري والسريع لوضع حد لفوضى السلاح في المدينة ومحاسبة كل من يشارك بالفوضى. مديرية إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية تعلن ارتفاع عدد السوريين المسجلين تحت بند الحماية المؤقتة في تركيا أكثر من 88,000 شخص خلال عام واحد، ليبلغ عددهم 3,715,913 لاجئاً.